هذا لوبجيكتيف كنت دايره ملي كنت صغير لوبجيكتيف تاع شاك جون جوار الجيريان الحمد لله ربي حل البيبان هذا العام العام اللي فات كنت حاب نروح وكانوا كاين دي زوفر مي كي جات الكورونا وكاع كانت صعيبه شويه مي سنا الحمد لله يا ربي ربي وفقني هذا الكلوب نادي شارلوروا كان يتبعني صافي دو زون هو يتبع فيا مي بالك شاف بلي هذا العام هذا هو الوقت المناسب باش يضمني وتفاهموا بيناتهم ومن بعد نادي بارادو شاوروني باسكو كان كاين عندي دوطر اوفر كيما براغا في البرتغال وانا شاورت ناس تما باش يوجهوني وين نروح نلعب منهم الاب تاعي ولقيت بلي نادي شارلوروا هو لو شوا المناسب تاعي صحابي انا هما بن سبعيني ويوسف عطال نحييهم بالمناسبه اللي خرجوا من الدوري البلجيكي سقسيت نعيجي وقلت له كيفاش تما قال لي الفوميو تروح لا بلجيك خير